النهارده هنتكلم عن السايكولوجيكال تروما. طبعا كلنا عارفين الفيزيكال تروما، تمام؟ طب ايه بقى هي السايكولوجيكال تروما؟ انت ممكن تسبب لحد اذى نفسي كبير، يقعد معاه لفترة طويلة وانت مش عارف. واحدة من اسباب السايكولوجيكال تروما ان انت لما يكون في مشروع خطوبة مع حد والموضوع ما يتمش. وفي ناس بتسأل، بتحب تسأل عن السبب، سبب الرفض، أو إن الشخص بطريقة غير مباشرة في خلال كلامه بين مثلا اللي قدامه إن هو مش مناسب ليه علشان 1 2 3. طيب هو أنا إمتى، دي وجهة نظر يعني، إمتى أقول السبب أو إمتى أحتفظ بالسبب لنفسي؟ والله أنا شايفة إن لو السبب قابل للتغيير ولو الشخص غيره هيخلي الشخص ده افضل حتى لنفسه او للبارتنر اللي هيجي بعد كده، هيكون افضل، تمام. لكن لو هو السبب اللي انا اعتذرت للشخص عشانه غير قابل للتغيير، يبقى من الافضل ما اقولوش، لان انا هضايق اللي قدامي على الفاضي وهو كده كده مش هيعرف يغير ده. طب ايه اسباب ممكن تخلي حد تعتذر له يعني وتكون اسباب غير قابله للتغيير؟ فور اكزامبل ايج، سن، انا تاريخ ميلادي كذا، هل انا هقدر اغير تاريخ ميلادي؟ لا، غير قابل للتغيير. حد مثلا كان متجوز قبل كده، سواء بقى ديفورسد او ارمل، ماشي يعني، دي برضو حاجه غير قابله للتغيير، عمره ما هينفع يرجع تاني never married يعني. لا، دي برضو مش هينفع تتغير. شخص طوله كذا، انا مش عارفة بصراحة، ما عنديش فكرة لعبة العقلة دي ممكن تطول ولا لا، بس انا شايفة ان حتى لو طولت هتطول كام يعني. لان مرة في حد قال لي هو طوله 160، فالمهم راح لبنت عشان يتقدم لها، زارها مرة واثنين وثلاثة، في الميتنج الثالثة بتقول له ايه؟ على فكرة انت، انا حاسة ان انا اطول منك. طب معلش ثانية واحدة، هو انت ليه ما خد يعني موضوع الطول ده ظهر من 3 ميتنج؟ طب انت ليه جبتيه يعني جبتيه ليه مرتين كمان؟ المفروض مثلا انت من اول ميتنج حسيتي ان هو انت طول منه، او هو مش ده فتى احلامك يعني كطول، والموضوع ده نفسيا مضايقك ومش متقبلاه، وانا مش بعاتبك ولا بلومك، كنت تقولي بس من داي 1 مفيش نصيب وخلاص، تمام؟ لكن ان انت بعد تالت مرة تقولي له انا حاسس ان انا اطول منك، انت جرحتيه. هو ربنا خلقه قصير يعني 160 سنتي، وبالنسبة لبنات كتير ممكن يبقى يدوبك هيبقى يا اما طولها يا اما اطول منها ب2 سنتي بالعافية مثلا. فخلاص بقى سيبيه لغيري يعني، سيبيه اللي ما بيفرقش معاها، او سيبيها اللي تشوف شخصيته واخلاقه ودينه، ما تهتمش بالموضوع ده. لكن ان انت تجرحيه بعد تالت ميتنج، انا شايفة ان انت عملتي له تروما نفسية يعني، القصة دي اتحكيت لي فعلا. مرة حد سأل ايه الجوانب البوزيتيف في شخصيتك والجوانب النيجاتيف في شخصيتك. جه على الجوانب النيجاتيف، انا عصبي، سموكر، فيجيتيريان. طب عصبي ماشي، سموكر ماشي، ممكن تتقال يعني، ما حدش يقدر يعاتبها، وحقها ان هي تعتذر لحد عشان هو سموكر، هي خايفة على صحته وصحتها، لا لا غبار على دي. وهو لو بطل هتاخد فيه ثواب، هو هيبطل، هو هيستفاد، واكيد البارتنر اللي جاية اللي هو ممكن يرتبط بيها هيستفاد ان هو يكون ايه، نون سموكر. طب فيجيتيريان دي، معلش حضرتك، لما انت تقولي لحد ان انا معترض عليك عشان انت فيجيتيريان، يعني هو ودلوقتي حد مش متقبل ان هو ياكل انواع لحوم معينة، لو كان هيرجع. حلو حلو، طيب يعني ايه مطلوب؟ ان هو ياكل لحمة بالعافية، او ياكل حاجة هو مش متقبلها بالعافية عشان خاطر حضرتك متضايقة من الموضوع ده؟ والله يعني حد بيحب اكل معين او ما بيحبش اكل معين، هو ده هيفرق معاك في ايه، او ليه فعلا تعتذر السبب زي ده؟ لا لا لا، انا مش بعاتب، انا مش بعاتب، انت حرة، حرة فعلا. ممكن تكون انت عايزة حد يشير معاكي كل الاكل اللي انت بتاكليه، مش عايزه بقى تقعدي تعملي له اكل سبيشال واكل لنفسك سبيشال، ماشي ماشي مفيش مشكله.
ليكي حق تعتذري بس ما تقوليش ما تقوليش عشان انت فيجيتيريان اصلا مش عارف يغير في دي فانت عملتي له تروما على الفاضي. وكان ده كان اكتر سبب فاني سمعته في حياتي عن حد اترفض عشان بصراحه ما ينفعش تقول على شاب اتاخر في الجواز ان هو معقد وما ينفعش تقولها له في وشه يعني حرام عليك الله اعلم بظروفه وممكن يكون هو مش معقد ولا حاجه. بلاش تحكم على اللي طلق مرتين ان هو شخص ما يتعاشرش. على فكره في ناس في الجوازه الثالثه نجحت نجاح باهر هي بس ممكن تكون المرتين الاولانيين دول كان اختيار غلط مش اكتر. فبلاش بلاش الحكم بلاش الاحكام دي وبلاش الظلم ده. في ناس بتندمك ان انت كويس يعني ولد محترم بيخاف ربنا بيراعي كلامه مع البنات يتقال عليه نيرم يتقال عليه نيرد يتقال عليه كلام مش تمام على اساس انه باي ديفولت ان الولد يكون بيعاكس ويكون جريء. البنت لما تكون محترمة وتصد اي حد يتجوز معها في الكلام تبقى باردة بتحسش تمام. فازاي يا جماعة هي الناس الكويسة دلوقتي بقت وحشة؟ انت حر في ذوقك بس من فضلك الصح صح والغلط غلط والمحترم ما تندمهوش ان هو محترم. انت بتعمل الغلط دي مشكلتك بس ما يصحش ان انت تعيب في المحترم وتبين له ان هو ابنورمال. لا خليك متصالح مع نفسك ان انت بتعمل الغلط بس المحترم محترم بس. as a conclusion هنتفق مع بعض اتفاق والله الشخص عايزك تقول سبب الاعتذار قول بس لو سبب الاعتذار سبب هو ممكن يغيره مفيش مشكلة قوله. ممكن تقوله طريقتك في الكلام ناشفة انت عصبي زيادة عن اللزوم او مش ممكن هو يشتغل على الحاجات دي يدور بيها من نفسه. هو اول واحد هيستفاد لما هو يطور من نفسه او البارتنر اللي هيرتبط بيه بعد كده هيتبسط من حاجة زي كده يبقى انت كسبت فيه ثواب ان الشخص طور من نفسه. طيب لو كان السبب غير قابل للتغيير زي تاريخ ميلاده يعني انا سني مش هعرف خلاص هغير ايه في سني انا مفيش او ان هو كان سبق ليه ارتباط قبل كده وبرده دي خلاص مش هينفع يتغير فيها حاجة في شكله غير قابل للتغيير يعني القصير معرفش من اذا كان ينفع يدخل ولا لا يبقى من الافضل من الافضل ما تقولش. نوعية اكل معينة بقى بياكل حاجة برده هو صعب عليه ان هو يغير فيها مرض مزمن صعب يغيره يعني في حاجات كده مش هينفع مش هينفع تتغير اصلا صعب الشخص يغير فيها. فخلاص من الافضل ما تقولش انت بس كل اللي انت هتعمله سايكولوجيكال تروما. طب انتوا عارفين بقى خطورة الموضوع ده ان في اشخاص كتير جدا كويسة جدا وتلاقيها يعني ما عندهاش سيلف كونفيدنس يعني ثقتها بنفسها اتعدمت بسبب حضرتك. تاني حاجة بقى دي الاخطر ممكن الشخص ده لمجرد ان واحدة تقبلته مثلا ان هو فيجيتيريان او قصير او كده ده وارد جدا ان هو يمسك فيها بايده واسنانه يبقى فرحان بيها وطيران بيها وطير وهي اصلا مكنش اصلا مناسبة. يبقى انت اصلا يعني لعبت في دماغه خليته فعلا مش عارف يفكر صح او مش عارف يختار صح بسبب التروما اللي انت عملتها له اصلا. يا جماعة الموضوع مش هايل والله. لا انا اللي انا بحكيه ده انا سمعته وشفته بعناية شفت فيه ناس فعلا زي الولد زي الولد شباب زي الولد وفعلا الكلام ده مقصر فيه. لكن لو انت عندك حاجة ينفع يطور بيها من نفسه مفيش مشكلة زي مثلا انا مش حاسبهم في الديستريكت دي الشقة دي مش مناسبة. في ناس انا شفتها غيرت فعلا في شقة يعني اجتهدت وحوشت واشترت شقة في اماكن افضل. في ناس مثلا بتعترض على بيت عيلة في ناس اجتهدت برضو وراحت جابت شقة منفصلة في مكان افضل دي مش مشكلة. وساعتها بقى لما لقى هو ان كل البنات متفقة ان دي نيجاتيف بوينت شقته مثلا مش حلوة في مكان مش لطيف او في بيت عيلة وخلاص ابتدى فعلا يكون ان مفيش بنت حضرتها بوضع زي ده فان هو لازم يطور. وفعلا في ناس شفتها طورت وارتبطت بناس تانية فدي كانت حاجة كويسة. لكن من فضلك لو حاجة غير قابلة للتغيير مفيش داعي تقولها مفيش داعي تجرح في اللي قدامك على الفاضي لان هو مش هيعرف يغيرها. يلا شوفوا على خير.